زي ما اتكلمنا ان هو اول فوز لفريق اسوان، هي ايضا اول هزيمه لفرقه فاركو اللي كان نجا قبل كده في بدايه الدوري من هزيمه محققه مع البنك الاهلي، لولا اخطاء يعني اللي حصلت في مباراه البنك الاهلي مع فاركو وركله الجزاء بتاعت محمد ابو جبل الى اخره. غير كده عندهم انتصار وحيد وثلاث تعادلات. بتشوف الهزيمه دي ممكن تودي فاركو لفين؟ لا يعني الشوط الثاني انا شفت فاركو بشكل مختلف، يعني بصراحه النهارده التغييرات اللي الميدا عملها فرقت في الحته الهجوميه بشكل كبير جدا، وفرقت حتى في الخطوره. يعني انت شفت فاركو النهارده بشكل مختلف عن كل الماتشات اللي قبل كده حتى وهو مغلوب، النهارده غير الطريقه شويه بوجود شكري، بوجود عمرو جمال عملوا خطوره، لعيبه خبره، لعيبه بيعرفوا ازاي يقفوا على الكوره بشكل كويس، عارفين بيتحركوا فين. دي كانت عامله خطوره لفاركو الشوط الثاني للامانه، واحنا كلنا ما كناش متوقعين. حتى جمال اتكلم بين الشوطين قال له هو مش متوقع ان الميدا ممكن يغامر او ينزل طريقه هجوميه، لا الشوط الثاني الراجل فاجئنا كلنا، لان المعطيات اللي قبل كده في المباريات السابقه ما كانش فيه الحاله الهجوميه اللي احنا شفناها في الشوط الثاني. ساعد على كده اداء اسوان عايز يحافظ على هدف، رجعوا اكتر من اللازم، ادى فرصه لفاركو اللي هم يهاجموا بشكل كبير جدا، ضيعوا اكتر من جون واثنين وثلاثه، كان ممكن سهل جدا ان فاركو النهارده يطلع متعادل على الاقل، على الاقل يمكن الشوط الثاني هم كانوا افضل من اسوان بشكل كبير، لكن ده يرجع برضه لاسوان عايز تحافظ على المكسب باي شكل كان، لان الثلاثه بونت النهارده هيفرقوا كتير جدا. زي ما انت ذكرت الجدول وقلت ان هم بيتفوقوا على فرق، بغض النظر ان النهارده اسوان لعب خمس مباريات على الفرق الثانيه لعبت ثلاثه، لكن ده بيدي اريحيه وبيدي الجهاز الفني ان هو ياخد نفسه، اللعيبه تاخد نفسها الى حد ما تقدر تستعد للمباريات اللي بعد كده، وخاصه وانت كسبان بتفرق بشكل كبير جدا. انما النهارده يعني انا قلنا قبل الاستوديو بشكل كبير يا محمد ان فاركو هيعاني من حته القفل القيد بالنسبه له، هيبقى فيه مشاكل كتير. النهارده انت بتتكلم في المباراه الخامسه، اول خساره، كسبان ماتش مع احترامي، كسبان حرس الحدود، حرس الحدود مغلوب يمكن يعني كل المباريات متعادل مباراه واحده بس طبعا. يعني هيعاني الميدا هيعاني، لكن النهارده اللي احنا شفناه الشوط الثاني انا نفسي ان احنا نشوفه في المباريات اللي بعد كده. يعني ليه ما نشوفش مثلا النهارده فاركو بالشكل بتاع الشوط الثاني؟